من يعني احنا بنتكلم الاستقبال مثلا عن والحب، بنتكلم عن الملك، بنتكلم عن افلام، عن سينما مصريه. فريد شوقي متصدر لسنوات فتى الشاشه وعملاق متنوع، لما لانه فريد شوقي عمل مراحل كتير في السينما يا رانيا. يعني شفناه وهو بيعمل الاكشن، وهو بيعمل الشرير، الطيب، المعلم، الاب. وكمان الاب. طيب انا عايزه اروح للاب، وانت قلتي كنتي دايما معاه وفضيله من شربات، صح؟ ايوه ده البدايه. ده اسم الفيلم البدايه، وكنتي صغيره. علاقته بيكي بقى كأب حقيقي في البيت وكأب جوه الفيلم، لا العلاقه كانت عامله ازاي؟ جوه الفيلم ولا يعرفني ممثله ولا زيك يعرف، زيه. يعني مش بالظبط كده، لانه هو من الناس اللي فاهمه الشغلانه قوي، يعني من المؤسسين زي ما بيقول. طبعا فمره رحت بساله بقول له في مشهد انا مش عارفه اعمله ازاي، وخلي بالك ما كنتش دخلت لسه معهد، بس قعدت فتره اتمرن مع دكتوره سميره محسن ومع المخرج استاذ محمد عبد العزيز كده يعني، لكن ما دخلتش المعهد لسه، ما عنديش جرأة الكاميرا برضه يعني. فقال لي انا اسف، عندك المخرج استاذ محمد عبد العزيز، تروحي تسأليه، المركب اللي ليها ريسين بتغرق. وفعلا ما ولا عمره قال لي ايه اللي انت بتعمليه ده ولا ايه وانتوا في واحنا التصوير في التصوير. ما يقلقش عليكي، لا تعبت، لا عايزها ملوش خالص. دعوة إيه يعني، كنت يبقى عندك قلق وانت قدام فريد شوقي بقى، انت هنا تتركي ممثله تترعش. وانت بتمثلي ايوه قدامه، رغم ايوه ان هو يعني بابا اللي انت في البيت بتبوسيه بابا حاجه وتحضنيه تانية حاجه تانيه. يعني، لكن الكاميرا نفسها في حد ذاتها مرعبه، الواقفه قصاد فريد شوقي مرعبه، عينيه برضو والتمثيل. فبرضو كنت بتنسي ان ده بابا. طبعا انا كنت بقول له يا استاذ فريد، ما كنتش بقول له يا بابا في اللوكيشن. استاذ فريد وانت جايه بتركبي يعني معاه العربيه، استاذ فريد وانت رايحه، لكل واحد في لا، عربيه. اولا هو تصوير شربات معظمه كان في الفيلا في البيت عندنا، وده كان بابا قصده عشان ما احسش بغربه، يعني احس ان انا في بيتنا وكده بعد يعني. ما يخلص التصوير بقى يقول لك كنت كويسه، كنت هايله، ولا ولا ليه دعوه بيا خالص خالص؟ خالص يعني، هو سايبني اللي هو تجربتك خديها بقى كما هي يعني.